يا رب هذا الكون حيرني، فامنن علي بنظرة منك ترضيني. أنا اسمي الشيخ عبد الناصر الفاشني، منشد ديني. من صغري أحب الموالد. طبعا كان في شيخ قدامنا بالنسبه اسمه الشيخ درويش من قريه الفنت الشرقيه، فبيتنا قدام الشيخ عيد، فكنا نروح طبعا احنا المولد، ابص الاقي برضو السامع والمنشدين وبتاع، فبدات ان انا ايه يعني الخطوه بتاعتي ان انا امشي كده برضو نفس الاتجاه ده. فخدت اتجاه بان ان انا احاول في القران اقرا قران وبتم الكلام ده، فلجأت للنشيد. يا ربي متلقب باسم الفاشني زي الشيخ طه الفاشني زي الشيخ جمال الفاشني زي اي حد يعني بيتلقب بالناس العائله يعني. أديلي 30 سنة هنا يعني عايش هنا، فأديلي فترة يعني أديلي 30 كلهم دول أحبابي، الشارع كله يعني ما بيسيبنيش أي مولد، سيدنا الحسين، السيدة زينب، أي حتة خد بالك يعني فيها مولد أنا بروح يعني. علاقة المنشد الديني بالقرآن يعني علاقة لازم تكون الحنجرة قوية. يعني في قصيدة بتقول أنت أنت الذي أرجوك لا أحدا سواك ربي عند حديث الحب في ديني. أنت أنت الذي أرجوك لا أحدا سواك ربي عند حديث الحب في ديني فضلا وتسكيني. القصيدة دي بتأثر في أي إنسان يلتمس بيها، يعني لما بيكون في الحاضرة اللي هي حضرة الذكر بيبقى مع الله هو طبعا، لما بيسمع رتم القصيدة أو بيسمع كلمات القصيدة بيبقى في حاجة تاني، بيبقى في غيبوبة، بيبقى عبارة عن سلك كهرباء بيلمس أي إنسان بيبقى شغال معاه، يعني بيبقى واصل لله سبحانه، بيوصل مع ربه هو برضه بنفس النبط بالنسبة للقصيدة يعني. دخلت عليها بعدما كنت راهب بالنسبة لي أنا مش عايز حاجة من الدنيا إلا الساتر، ولا هقول لك أنا عايز عربية ولا اللي بيقولوا كده، لا لا لا، ربنا كرمني بزوجاتي وعيالي وتمام، ده اللي انا مش محتاج حاجة تاني من اي حد. طموحاتي ان انا امشي مع الله ولا اعمل شرايط ولا اي حاجة، انا بعمل حفلات يعني اللي عايز بيسمعني بيسجلني. انتوا هنا عندي في منشية ناصر عزبة بخيت، هو ده المكان اللي انا بقعد فيه لوحدي واتحدث مع الله سبحانه وتعالى، عوزاني من الدنيا ملهاش قيمه عندي، وعيشتي زي ما انتم شايفين انا فضل وعدل، دي عيشه ملوك عندي انا في دخلي، عيشه ملوك، ولو عطول الملك ده كله خد بالك ما يلزمنيش بشيء. يعني بيقول لك سنيت على ذاتي بعين هبائها فخطبت ذاتي قبل نشأ سفيناتي. أنا عايز رضاء الله عليا بس.